يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، أي مثلا درسنا السجي بفضل الله وبرحمته الحقوق إكس على الجار غفر الجار نس أين يعني يدي جذب بشد خمار درسنا المتواضع صرف الله ربي بحساليس ذاك نعنا عدام يوث التكلف غفيون المسجد ذاك دي الولاية من بعد من قد غرغورس نفع وسلنا ثابورث من بعد نسكسب شاد في كنت ساروس هكاني فوديون دبري كانت فرقنا كاد المسجد ضغن ندهس ليس مغرب وكي لا سالوس المسجد إن دلع إن دغر جارقين وغرف الله لأن اسمه زمرنا ضغطي داود إن دون اسم العالم كيس إن دون هدرارة سنة توشو لنا جيمة هجرت الحيضة في الحيض ولكن يكون ساعتنا اللي كونتاكت العلاقة تجيز متقو غرشت ولكن اسمه إذو ذاما الظاليذن الجمعة المصلين ما شاء الله وفدن دي سيني يسن دي الصفة مزوالو دي المسجد اي سيني يسن أماد نسا أماد الجارني نس قيمة الظالم ذي أنظر يتمثل بلي أولا أرسل على الإسلام نغضي شوف أرفيه مال الدين نغضي شوف وما لنكش مغار تفاصيل غار دخي وانظر على رجو الحق إكس على الجار غف الجار نس على الخطر الإسلام إفكادت سيد رب الخالق سبحانه وتعالى النظام إسرائي الحول عرض لدولة النظام أري سيير ثوذر ثم بلادهم أمكان أمكاثي حوض أمكاثي هضرب أمكان تعامل الديو ليعرف ذا بكل شيء أمكان تعيش أمكان تحليض أمكان تزنزل أمكان ضغط أمكان تعامل الدول دينيك ما تعامل الجيراني أمكان تعامل دلاب ذي قارف دلاب ذيك بعد دلاب تصن دلاب تصين ضرب ماشي مجرد تصلي زكاة الصوم دقيقة نروح لكل ذي العصرنا ما تصلنا نتخدم به بلك تصلنا مرة ذي المسجد كامل ولكن القليل أني وراك ساعة المعاملة العايم ذي الوالد دينيس حاشا بدل عباد السنة عباد السنة ذي أنظر بلي الدين الدين ذي النظام دين ستان قد إساري الحول عبد الدولي الرسول صلى الله عليه وسلم قال الدين المعاملة كيف أغدي في كارسي اللي ربي الدين باش يعني أني تخبط العبد ذي المعاملة تقرس ذي عباد ذي نت الشحانية ذي نت سبلا عينا ذي نت صغض أذن ظرن أذن يوتشن أم الوحوش ذي الغغا إبعد أسم خارم ماذا قلنا تزال لا تصوم أن تزكين تحجس أن تدعي بأن نغدين سيمن لا ماشي سوى نشتاقي ما سيدي تبان الإسلام الدين المعاملة تظل للزكاة تصوم ذي الحج عبادات شعائرية ذين إلا نهارة سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى باش أثيد نمكتين وما أثيد نمكتين أثناء قواد القشو أثناء قواد أثناء قواد المعاملة يقال أغضي خلق سيد ربي خطر القاعد القاعدس العباد العبادينس يبغى تسيني لهنا غير العبادينس يفكد الإسلام باش تسيني لهنا غير العبادينس ولكن سوى شيء أثيد نمكتين أثيد نمكتين تظل للزكاة تصوم ذي الحج فظل إذا خطر تسيقين ذي الساسة رحمة ما نخزر غير الزكاة بو يسعر لعب تشيو تزكارة ما نخزر الصوم ماذا قليه ليك يسعر لعبنا دي كورونيك وتوزو مرة ماذا قل لنا ذي الحج وماذا قل لنا ويسعر في زبرت نو ويسعر المادة تشيو يسعر يروح ويلودي سحجرة ولكن فصليت لا تسقط الصلاة وعماد الدين من أقامها فقد أقام الدين ومن تركها فقد هدم الدين من زمرة الزرد سيب ده الزرد سيغمين من زمرة الزرد سيغمين الزرد سيغس من زمرة الزرد سيغس الزرد سواني من زمرة الزرد سواني الزرد سويه إذا انتظر لي تقاكي دين هون بجميع الوين ديري قالك دوات مدريكي يا عماد يقاب سيد ربي إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر تظل تسقيكي أدمك تتزلط وتسكر ضرا أدمك تتصمد أدمك تتزلط وتخدع ضرا وتغش ضرا الصدارة الرشاوية وتخدم ذلك قوين يوغي سيدي ربي أكا ولكن ماذا قلو كيد نهارا سيدي ربي فكاد القرن إن الصلاة خزر كان كيد إن الصلاة يوكد الفلاس ذا شو تصزاري ثقا سيدي ربي تشيدين هنا في الحشاء المنكر إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر الرسول صلى الله عليه وسلم إن من لم تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له ممكن نهار تظلي ذيك في الفحشاء والمنكر ذا شو تظلي ذي تزول أكون أنت مقاي السيد إلى عصرنا أنت ظلك تظل النظي جمع ولكن أتصفض يقرب بس دمي استكال يقرب مثل انتكال يقرب ضويا انتكال أتصفض
الجيران أم يتشن ديث ليس مرة أذن تفضق ذي المحاكم مرة نوكو لسي القبيل ديهم من دي قدر وقت تظلث أذر لمن ستظلم أتفغل أذر حنك على المساجد أذر قضون الفرض نعم ذا شون دين تسعى ما بلادن ذا شون تظلث أتظلم مدع وصدر ممن يكيغرك للخلق سيد ربي وشيقب يا ربين إلا نجرك يدس ثقر أركان الإسلام إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقدم من حديث ابن عبد الله بن عمر رضي الله عنه إن بني الإسلام على خمس شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله إقام الصلاة إيتاء الزكاة صوم رمضان وحج البيت من استطاع إلى سبيل يقدم بني الإسلام على خمس أف خمسة جدية إذا بشو كيف نشوف لنا ذين إلا يجرك ذي الخلق سيد ربي يجرك ذي عبادة سيد ربي وين باش أثيد المكتير خمسة خمسين بردانة المكتير سيد ربي ذي تظلت إجايخ مثل واحدة صغفيت كان يقول دل وقت الطهور يقول دل صغفيت كان يقول دل وقت العصر يقول دل وقت المغرب يقول دل وقت العشاء أدن المكتير سيد ربي قد وأقم الصلاة لذكري يند الظال باش هذه المكتير وأقم الصلاة لذكري يخاف فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله إذ ذكر بشد المكثير سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى باش أنسفل على غيرات وثمث النغي عيبا كالدنا خطر نكون ذات مثل نغي فكا سيد ربي يقال عقية كيا وساعد سوى شو نسي جيفي ونويض سيد ربي يجا يغضي فكي يغضي الإسلام باش أدي صبوني لن يرجع لمن يسي وسوى أذى دي صبوني جعلني ومن يسي يبسالة دي هي أنقم مرة أكوى أفيون المستوى باش نجع لمن نغضي ثمثل أقي غير ما نسجد غرقعة أنا سلسوي أشرف عوضو إن ساعة كامل ذاني يرن بلد ما كذل نيفنينس إك ساعة كنا كان ينقارب كنا أتصار صدغ القاعة وإمكاني في تصار صدغ القاعة تعدي دي الغشرة تعبس سيدار من السن مثل وخر سيدة دي عدي ولد ذي عبس وإنسان داري سلسك إذا دعا تنكشي ذا تعبس باش أنظر لي كيف كيف أمر أكو أحبي ربي دوني لن متواضع سينك قي دوم الدل خشاد نظرك دوم الدل كدين أغتقي دوم الدل أن المرة كيف كيف أكمل الثالث سيدة ربي مش فيح سبحانه وتعالى قال إنما المؤمنون إخوة إن دل المؤمن مثل مثل أغشير إن أغشير 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 الإسلام كجنة باش أنظر سيدة ربي مش فيح عزيز سبحانه وتعالى غرور سيدة كل شيء في سيسي قدام وديال لنا القذي ونبك ديال ذا معيش كل شيء في الصحة والدريا ذا العمريكا بلاد ذا جريك كل شيء في سيدة ربما إيقنا إينا غرسم ذا قلام ماشي ما ماشي ذا الإسلام إخمة ديو الدائرة يريغ ذا مثلا يقال ذا رسول صلى الله عليه وسلم المسلم وأخو المسلم المؤمن وأخو المؤمن ولكن اجعل غرسو في نظر دين شيء من اعتبر ذات مثل لله ذات مثل من آدم ذات مثل من آدم ولي لقنا ما تسعود الجاري ماشي دين شيء ما تسعود الجاري ذا نصراني ما تسعود ذا يهودي أصلا باك الشذا هذا ويقول شيء يصدر في الله لا الحق في لك كيف مثلا عندي قال سيدي ربي قواليس يا أيها الناس ما بين يا أيها الناس أما ذي نسيم أما ماشي ذي نسيم أما ذا بركان ذا شبحان كنت فوش مورديس يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى خلقوا كل مرة كذيث ذيوث تمطد يوم بركز ما بذنا آدم ذي مثنا حواء إذن سخيق مرة أكل القرد وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن ده دوك العباد الدنيا في كي أكون مرة أكو باش أدي تسمع عمل القوة رون باش تسمي حمل باش تسعدون باش تسمي الفذن باش تسمي كل أدي للتكامل يرمد وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير إلى ذو الخيار تقول ماشي شي نص الدريا نص سي الجهاد نص ولو شو شو ولكن الإيمان إلا دقيق قويس قويك العمل تشوفات الجوارح كجنيع باش أنظر بلي سيد ربي مش بيحي في كيغد القوى الإسلام يحوم ذي الدنيا الإسلام في كيغد ستة قد إسلام يحوم من من أنتظل أنتظل ألكن شو بقى دي العصر ناقل شوية أنتظل مرة لنو ذيك خدم تظل ناس المرة دي المسجد لنو يحوج جداش حي فردان خدم الشعائر تصوزوما الشعائر دي ولكن النفذ قرني موين موين سن النف شان كل جيران نس المرة شان تد وين إلا نجيها تشان دي ثينيس وبقى تشان دي ثينيس وبقى تشان دي ثينيس ما تيومي قد الشخص رحنا ذا أنه هذا نزال أنشتكي الذقان إن زراب اليوم ونفهم على الدين نغدا شوف من الدين نغي فكي أخي تستان قد يسار نحو يقرب مثل نغي عباد مثل دين مكتس الظل الزكاة الصوم ذي الحج وقيد للذكر وأقم الصلاة للذكر أكاقيم وقيم إذن فمسك ثانا أكو إنسي من وخاصة الجيران خطر الجيران ماذا قلنا الجيران سين الجيران ماذا قلنا هذين كل يوم يعادل ذا الجارينس أدي فور مجتمع مسلم وش تسعى ذي ذا الجاري الجارنيكا دي عادل ذا الجارينس الجارينس دي عادل ذا الجارينس أدي فور مرة أدي فور المجتمع المسلم مجتمع إيماني بحب سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى الويد الجيران يقد مثلا عائشة رضي الله عنها ثنا ضربين خمرك لأن كل جهة يعتبر ذا الجيران كي علي بن أبي طالب رضي الله عنه ندمادي الشوي يعني
هذا ما دي الشيء ورديني دا مريني مثلا يودان يودان دايو الصفن باريس زي كلش لو بارلور زي اما ان دايو الصفن يعتبر دالجيران دالجيراني القرطبي رحمه الله ندى ولكن الى لك الحيضي جهتي فوس جهه زي ما تزافي في الكرب الحيض تاع الحيض مرة دوك اللي ذاك اذا الجيراني عائشه رضي الله عنها وارضها تنادى شو يتقى تنادى سقسد رسول صلى الله عليه وسلم هل الناس يا رسول الله يوم الصدقاء يوم يكترس اللي يدير جيراننا ينسد منك يقرب من الحيضيك لحيضيك ثبوث بخامس تقرب غرورك أرور ينسد منك استحق استحق دمزور بكام ما نخزر الحقوق يسعان يسعان الجيران لو اني يسعان يون الحق لو اني يسعان سين الحقوق لو اني يسعان ثلاثه الحقوق ما بقدر تساعد الجاري ماشي الانسان تساعد المشرك تساعد ذا يهودي تساعد بنصراني ذا مسيحي نص اكل ثغوي كني يبغي لي الدينيس يتسرس في لك حق الجوار ذا الجاري وزمر لا تنكر حق الجوار ما يلي بيس الجاري هينسي هينسيم يتسرس في لك سين الحقوق يسع حق الجوار يسع حق الاسلام وما يلي يوني تيلي يتسليك القدام ليك ذيك عميك ضويض ضويض إذن ليس هاتية الحقوق إساء حق الجوار إساء حق الإسلام إساء حق الرحيم ما نخسر ثلاثة سنة فاقيم أنا في ذلك شركة إليون الحق شركتني ثلاثة حق الجوار أما ذي نسيم أما ماشي ذي نسيم أما يتسليك أبوك يتسلي هذا إساء حق الجوار الشيء من يعني إثني شرك ويقيم خطر الإسلام اسم إسدويس الإسلام ذا شو تسلق بيه دوغي اذا الدوله شلابي ولا شي الاسلام الدوله شي هنا ولا شي الاسلام الاسلام دايله الى اليه غير صقربيه هنا غير مثلا اذا الاسلام اذا شو الحق اكثر كثر ثلاثه فكان حق الجوار بالجاري ماشي دين اما دين شي ماشي دين شي ما تشري كبو كيتشري راه يولي الحق الا حق الجوار اشي من على خطر الاسلام وسعره للرشيد الاسلام وسعره تاع عنصر لن كرني بدل ما ننظر ننظر كسر ذا مسيحي ننظر ذا نصراني ننظر ذا يهودي نصف ذا مسيحي كرسولي بحسوب أثيات ذا صدي يبغيني وينا لا وتشوي هذا الإسلام سكلس الإسلام من الصح خطر ذا العفظة ربي غير قفيد ولكن سكلس الروح للإسلام الرحمة للإسلام يقول شهد لا إله الله محمد رسول الله احبي من ربي مرة نفين قاثي كتاب ينسل فانس الحسيسي وهو نسل فان زيكني ولي نارك وذين سيمن فانك ويبردنا ربي مرة فان ولكن اسمي ديك شمن وغندل الخيار وغندل الأمة إذن الحق الجوار الشرك مرة أكو عباد أي خطر ماشي دم ما ويسعر على الراسيزم الإسلام أعنصري ويتكران على تمسات من الإسلام ونسعى العنصر يسعر ويتكران على الإسلام كيف ونهبرت في الناس ديجا موقفي أكد ثبوثي لذي عنصري مريل لعب ستة راسيست أما ذي ثمور ترطيض أما ذي اللون بوذ مرويض أما ذي الفاميلا الفاميلا النظم أما ذي الكامة أما كان سمانك نيعذون ربهم نزيقنا ذي المجتمع نغذر ومنال وذي الومانيا أنشتين مرة أكو لو كان هذه زريمة اللي سووا أندريا سفافيس أتصفد جهنم ما ذي شل أكن يبغوا يخدم لو كان يتصل ويحب سارق لو كان يسكسر كارو إصدقاء لو كان هذه أذي لو كان جوا مع الدنيا لو كان هذه أذي عقشك الفقراء تمر في الدنيا ذي وجين الدنيا أتصفد لا خير يخدم يروح كمل أكن خذك خطر فيك خذك تجهيز يقرص الرسول صلى الله عليه وسلم من دعا بدعوى الجاهلية فإنه من جثي جهنم قال يا رسول الله وإن صلى وصام قال وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم إنس ولا يدعي فلسة جهيثة العنصر يتسوي إنك جهنم لا تشفي يعني. يا رسول الله غسي الزول غسي وزام إنس غسي الزول غسي وزام غسي الدعي من الجنسية كيف؟ إذن أدي بعض ربي في لغة عنصرية مثلا سيد ربي يفكر سبحانه وتعالى ذين سيمن يفكر الإسلام يوحدا إنما المؤمنون إخوة ولكن العباد الذين سيمن ذات مثلا من آدم أزن نصبين العيبة شثني دنجبذ أخطر بيجد مزجبذ أنصرني يشمد الإسلام بركي خطوة ضغل خطيك لأن يهدي الله بك رجل واحدا خير لك من حمر النعم ما يهدد ربي ويسيك دو ذا إلى ذا أنصرني يشهد إلى أن محمد رسول الله أفوفسك خير بسيد شاركي تجحش ما تقل يغير إذن أكن يث مثلا الجاري يسعى مزايا الجاري أكن يبغي لي أكن يبغي لي ساعة حق الجوار لو كنت كاتم سلك خامش أدرس لك شيء نار ما مشي دين سلمو يسمى شيء رتيمس لا أمي أتصرف جد من مين أكيس ستيمس يا قصع فيه أكن يبغي لي الجاري يسعى حق الجوار غير أكن يبغي لي الدين يس أكن يبغي لي ما تزرت يستحق بس أتشكر إذا قدر تروح ضغر ورصة ضغر شدين سيل وانسى مثله أديز زغور كخطر يسعى الرحمن الرحمن الفطرية ناس قرب مش آدم أدي وذي أدي فيهم قول إذا يغيّم ثيرف أثيرف إيش ما ثيرف مثلا الرحمن آدم كذا من إيش الإعلام ذي ما اسمين آدم كجنا نكوني نشويه الإسلام ما نخدم ديننا من بعد نخدم دين فاعلون الهرم وينو الذي نسلم ما رغد يخزر أسي قرب الإسلامي خلنا كني
أكقد أحمد ديدات رحمه الله إن ذنوي ذا ذول الإسلام إن ذوينا يدعي لمن يسنين سيمن وذخدم الفعيل وقل الذي يسمن وما ينقي قاعد دروس العوام كذلك قلائل يبنون يون المسجد الجهة يقول يفعي ذرس يغريد صفوتاج داخل المسجد دنين يغريد دم يبنون لك نعم قرون شانتي يغريد صفوتاج دنين وتصنبرا بلين ديون الباري إلا لأون فاس أوفان المسجد جان مرة نقرخ يخدم الداخل مرة روح عند السكرين المسجد دنين يخدم دي المسجد روح عند مرات السوق جان كلش داخلنا السكر طارنا هنا كل دي الدليم ولا نيا هذا الزر سحب لنا المسجد روح نغسل أذن السكر يا قاتل السكر إلى كي خطر يما نقدر كيف تبغي روح على جهنم ما عايز مرات تقرا بالسيف داخل ضاك غير أصبح بك شادي جبير نص كان بالرحمة للإسلام يقول سيدي شهد لا إله إلا محمد رسول الله هذا الدور الرمس مش يخرج من الصحابة الكرام يخبرون النبي صلى الله عليه وسلم أنا بيشهدون اليهود في فوسيس كان مثلا الجار 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 جارك جارك ولو جار الجار الجارك الرسم هذا قلنا يجور في لك دوين لك نعم إيش قرب لك نعم أروخامك دوين لك سن الفضل يعني دوين لك زر من كيس عيشة دوين أي زر المطر وإذا نخل الوسط إزرك 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 أستقضى أستقضى زير أختار الجار أقوي أقوية مثلا ضخام اختار الجارك الرسول صلى الله عليه وسلم كيف قال قرب الجار قبل الدار والرفيق والرفيق قبل الطريق الجار أقفي أقفي تغض أخيرا تغض تغض خم خزر الويد الجاري أقفي الأسود وتصفر تصدر ذبكي سافن أصفر ذبكي سافن القسمة طوث فرعون آسيا رضي الله عنها وأرضها تكشف عن الإسلام ثم من سيدنا موسى عليه السلام قال رب ابن لي عندك بيت في الجنة ونجيني من فرعون وعمله أم كيس نفس ليس ربي ابن لي بيت في عندك تزور ذي عندك أم بعد تزور لدى البيت تزور ذي الجار قبل الدار بس نرى ابن لي بيت عندك ولقيت ليس عندك بيت تزور ذي الجار قبل الدار والرسول شريح صلى الله عليه وسلم إنه أعوذ بالله من جار السوء في دار المقامة فإن جار البادية يتحول إن دعوذ بالله ذي الجار السوء ما تيسعوا العبد إذ كان إلا ما دين المقام بالرفع أو ذي المقام ماشي كيف كيف المقام ذي كان إذا تستقر لا رجيدونس إن دات عايش وكش سوار لو إيه تستقر دخي إن أعوذ بالله من جار المقام من جار السوء في دار المقامة الجار السوء ما تسعيط الطرف كخاميك يوعى محفوقية إذا تصفر إنسي محقين هذا سيصفر إن الجار البادية ما ذيك لما ذي السحر مثل الذي سرصدق دوني سرقى دوني كيف واسكان يرفضق دوني سرقى دوني ماشي الحاجة ولكن ماذا خامس يفضل البطل مرتر فيه والجار السوء يقصره كيف إذا قال صليت في النبي مشيح صلى الله عليه وسلم أربعة من السعادة وأربعة من الشقاء أربعة من السعادة يدي ستة ما تسعود الجار الصالح تسكي من السعادة وما سأل أربعة من الشقاء الشقاء ميتي ما تسعود الجار يشو لبعيد عن جواب الجنون ذكرتني سيدي ربي سبحانه وتعالى ذي القرآن الكريم وذكرتني ذا الرسول صلى الله عليه وسلم ذي السنة يقال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت إيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الآية رقم 36 في سورة النساء يقول سيدي ربي الجار ما يتشري لك مو يتشري لك يقرب ما يبعد يقرب يقول لك العباد سيدي ربي استخدم دار الشريك ويقول لك غن الإحسان للوالدين كم ورسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال واحسن الى جارك تكون مؤمنا مدخل ذي احسن الى جارك يسرسيت ذي الشرط للايمان اسخم ذي احسن اتيدي المؤمن أخذ الإحسان للجاري أتيد المؤمن وقال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره واليوم النصر باليوم الآخر هذا يخذ الإحسان للجاري كان وقد درس حساس أنا أخسر كيام إذ مثلا القليل السجاء أرنف الجار غير الجار اسمي سنحد يوثي متسين يوثي فمتسين إخنا أنا عقلي كيام كان قال الجيران قال ما حشاي قضي رحمة ربي دائما الاكسبسيون تيليت الاستثناءات دائما تيليت المؤمنين دائما لا نقدر نسوق على ربي لا نقدر نخدم الاحسان للجيران لا دائما لا ولكن ذات فان من كثر تقول كيف هذا الهضره كي كان ما نخسر الحقوق يسعى الجار ماشي ديون ماشي 10 يسعى عند الحقوق ولكن ملي نتبرى كل ثلاثه الحقوق قرحان هم زورة الاحسان الى الجار في السنه نكف الاذى عنه وفي السنه احتمال الاذى منه أمزورو أسخم ذي حسن وزاد وضرع تستيقظ النظام أتصبر ما يكدر هذا صغر صدى الصبر كان أصدقنا شبيح النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره واليوم ننصر باليوم الآخر الذي خدم يحسن إلى جاره
يقال أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه الذي ندى رسول صلى الله عليه وسلم لا يزال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيبرده. إن ما زال جبريل يدي سوصين غف الجار إن أرمي جعل أثير من الورثة. كان يقال صلى الله عليه وسلم أتدرون ما حق الجار؟ وين ذا شو حق الجار؟ حق الجار ما يضيف أكيد جمعه ولا هذا تعاونه ما يضر أكيد الأرطي هذا استردره ماذا يقول لهم؟ ماذا يقول لهم؟ يعدف لسيفاتي أشوط بمكرستك سيفاتي ماذا يقول لهم؟ يخص هذا استفكر ماذا يقول لهم؟ يهيك أثي تزورد ماذا يقول لهم؟ يموت أتستبعات الجنازينس ماذا يقول لهم؟ يربح أتصفر حضيذس ماذا يقول لهم؟ تغريد خلال المصيبة فلاس أتصفر بمغر طرفيسة تعزيد السنة ذا قيار غورك ظرف كي يتمثل الحقوق إكس عن الجار يقال صلى الله عليه وسلم من قرم تيما النغر ويقضي قركا إن ما تبنوا ضخم أتبنوا ضخم أسقر هذا تجي أسقر هذا بحيرين يقص ضريب ضياذن ماذا قلت سخب لك غص ديميكي قص ضريب ضياذن أنت نفع هذا طاشي نفع هذا نفع هذا غفايا في جنة يتمثل يقال الرسول صلى الله عليه وسلم وماذا قلت تغض الفكية تغض كرام وين لها إن كذا قد استيحفظ مرق مستيحفظ ولا قد شوية ويقاس في كذا ميكا تشوف غير برا شوية ورويس النسان وتسعين لها كان وغير كذا ثيوض أثيوض إيراق وشوينك وذكشيني ورست في كذا إن أتظرم حق الجار إن دو الذي نفسي بيدي يقول ربي إن دو روحي وغرورسي لا إن دو يقول ربي إن دو لا يظهر الحقوق الجارية حاشا قد يرح نسيد ربي أكا باش انا انظر باليوم انظر الجنة تسعى الشمالية مثلا يقع تسعى كمان وليث يقع وإلى قرار نسل قرار باليوم أنا عبد يا عباد النار أنا عبد الشهوات النفسية نار بعد طيب الجنة لا باش كيين إلى قرار الرسول صلى الله عليه وسلم كدينا إلى الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان إن ذي الكيس إن ذي ولكن ناري عف سنت نفسي ذي سدي الحب وريد نسيد ربي إن ذي خدمية خافنس إن ذي ولكن العاجز ذي ولكن لا يعف ذي نفسي ذي هل يعف ذي نعف بوضيس إن بعد أذي الطيب نسيد ربي جنث هل يعف ذي نعف بوضيس أذي الطيب نسيد ربي جنث إن ذاك كافي صح سبحان الله أكام خطر المثال مثل ما راح شر وحرام الروحم كل يوم الذي فك الذي فك الذي ضر الذي ضر الذي ضر وقصد الذي فك الذي فك الضار يقصد يقصد الذي فك الضار الضار شو بليج أم حد شو مكان أصدر ضار في القبر ترى سير أصوت أصخزر ذاك الموعد لا كان في كيف كيف أنا أنا سعدي في القبرين الكل ضند خلاص أنت دلني ما كان تيجي يقول لكن الكل كذي الليل أكل من لغة كذي الليل الكاميرا حجم حلو قش محلي نقول بقى إنجل كلش وتسعد ما كان تيجي إلا ده يقنخم مغروية حشين نخذ مالا نفذيه كم يقال صلى الله عليه وسلم خير الجيران عند الله خيرهم لجاري يند الخيار دي الجيران يند رشيد ربي يند الخيار غم جاريس يند من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره واليوم نصر باليوم الآخر يند أذي كرم الجاريس يقال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بعبده خيرا عسله كيف يعسله يا رسول الله؟ قال يحببه إلى جيرانه وإن مقف غسد ربي الخير إن هذا أصير ذو ثمت إن هذا أثي الصزر أثي الزيزدي أم كأثي الزيزدي يا رسول الله أم كأثي ذو ثمت إن هذا أثي السحب للجيرانيس كف محنيك الجيرانين حمد سيد ربي تشكر وتسمنا لي وانا في دينيس يميس باللي قلن كذي العالية ونكيني بالك كيف غم الدن وشو ولاشو يعني وانا دين الحقيقة غفي مانيس في مانيس ولكن تسمنا لها سقسي الجيران العشرة الجيران ماذا قلت زينا زدي العبدنا لك ذي عايث قمشان نيس قدمار قمشان نيس قدمار ورسول تواذ ذي عبدنا عايث صح ولكن مشاهدنا للجيرانيك السيخير اللي قد تعوض البرنامج يماني سبحان الله التغير مثلا يقال صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن أن يوجي رسول الله بقوله من لنا إنك من بات شبعان وجاره جائع وهو يعلم وإنك نعم أريد صنيار وانا عبوضيسي يتشور عبوضيسي إن ذا الجارين سيلوز وانت سيعلميش ما سعود الجاري إف كي ضربي الجاري كذا الفقير يزدغر طرفيه يحميك ربيع إف كي ضربي العين صار وماني غير صار إنك نعم ديال العالي تكسن فاد وكذا أي قار العين صار نعم بخطر اسمه راي روح ذاين خلاص وروح إلى قا أدوب الدقيش أقبل ذلك فتح كما يف مثلا كنا وسنت سهالة ما زي ويا أهل ترى حمينا إمغفل كنا ودنسية أهل ترى إم لزنا حمينا ما دعدد الجهري ودي حب سري بالصغر وكذا إم سلمي ذي كذا وتدي عديم حسبي لك الخصم ما حمين كل فوق راسه كذي عبدي سكذي عبد العالي مولش إن الناد باللي زي إكسبشن تجوتي تعبد المؤمنين دائما اللان يقدر إثنين شويين دائما اللان إن شاء الله وتفكنا له وتفكنا له المؤمنين وانشتقيهم بالمنا ولكن المدني الأكثر يوم ودن شوية الروبيين هم أكثر يل ذنشتقي الإماراتيين نقشان أي الفقراء وهيشين ذينك نشلك الفقراء بعد يوغيسن دي هي خطر ما نخزر نكون الفقراء نظيم الله زلنا الويكس
القليله كيان القليل 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 تفض يسعى الكوليسترول تفض الديابيتيك تفض يسعى التريغليسيريد تفض يسعى الغوت القليل تفض ديال الفقر. ولكن حاجه اللي بدني تكسر لك نفسينا كنتهبط ما قلنا الطبيعه السنين كلشي يا الخير تونس زند وتما قايل راه ملي الوزن دي برا دوي ذا نيكس ميك شور ويدي اكيد مثلا انظر بلي الضعفاء سعنا ازاي غير سيدي ربي انما تنصرون وترزقون بضعفائكم الا دين صركم ربي ويرزقكم تشد ضعفاء الاول اكل دي قال صلى الله عليه وسلم الخر انا قيك الحق نرجع غش ولا غادي نمشي يسالش في الله يسالش في لك الحق يسالش لك الحق. الرسول صلى الله عليه وسلم هذه المدينه المنوره يسعى الجارش ذا يهودي ولكن في دي تزور ميجي كذا روح غورس في دي دعوة الاسلام رمي دي يوكس يكشف شهاده لا اله الا الله محمد رسول الله يفقد يقرا الحمد لله الذي انقذه من النار الحمد لله يا ربي انك شدي دي نقذ دي نقذ ذي جهنم اكرم مثل عبد الله بن عمر اللي جيوم يخف الخميس ديال كذا سكسي نفك ما سير جارين غوداي نفك ما الزوار ما ديكش الجارين غوداي أكسي قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه إنك سيغى الرسول صلى الله عليه وسلم أدي قال لا يزال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه حق الجار حق الجار حق الجار أدي توصين غفل الجار أكريد مثل عبد الله بن المبارك رضي الله عنه من تابعين وكيم أدي ما دي روح دي الشوق أدي أدي غفل الجار من شو ذي خطر أنه نكو ذي الجير ينسي من دي يوقثني المدينة المنورة أدي أدي غفل الجار من شو ذي يسلسل مكتوب يسوينا كان أدي يقضو بعد ذلك مين صغر ورويس أرمي دي يقواس يروح أسل بالخير قض يرفد فسيسي شهد لا إله إلا محمد رسول الله ليس كشد صح الناس زرقر وكل إسلام تبلي الحق يشهد لا إله إلا محمد رسول الله وما يشهد يون غفو فسي فربح طفيتك يرفد سيد ربي في أعلى عليه يهدد سيد ربي ونشوف فسي أكي يرفد في أعلى عليه لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم خير واسي لشرقية الحشمة ذا قليل أكنا بدي قال أشحار ذو الجار ركيد ريدي لك شو استكدار عن زي ولكن أشحار ذو الجار ريتع لقن ذو الجار ينس أسينام واقيان في كذا زد سيد ربي واقي شان يسوا يرسان يسان كل شيء يقال فلس ولكن ودي مقلر غار غارين يقفل فلس ثقول ثينس لا مرض يسكسف لي بلك ذن سنة ثفد الحجاب يقارك ذي الجنف يقارك ذي الجنف الجار عائلة أنا عسي من فلس مثلا سبحان الله سبحان الله رسول الشبيح صلى الله عليه وسلم أمكي أدي توصين ويتيوين أدي توصين يا نساء المسلمات أثنسيمين لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشات أثنسيم تقول ما تحقر تجارتين ولو كان ملك لطيف نزنين بجلوف تسقط سيحقاس دوين وحقرار دوين تسقط خلال حقاس أين تسقط يحقاس أكد يقال صلى الله عليه وسلم أثيد ما قرد أذكر الصبح أصل صغر وذن واتصل مفلس واتسكسر فلس ده في اليوم أكيد الجار أكيد الجار أصل مفلس تسعيد صدقة أصل صغر وذن تسعيد صدقة التبسم في وجه أخيك صدقة عامة للمسلمين وخاصة للجيران وما تسكسر فلس ماذا شيء كي يغل مكيخ وصورة أقيك ثاب حظه في طار سيدة ربي الخالق سبحانه وتعالى سكشن ذا السرور أغربو لنس كسدس الهم ذي الغم ما يسعى في الكويس الشرهات سيد ربي الخالق هذيك اكس الحمد لله اكيدنا سبحان الله ماذا قال يقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا قال يعرضك دور كتسكن تصرح ضرا اذا من دعي الى وليمه فليجب اذا قال صلى الله عليه وسلم ماذا قال يعرضك يعرضك ديون ور كتسكن تصرح ضرا عامه للمسلمين وخاصه للجيران كان قال مثلا زكنا ما يشعيون الجات يقروا يد الجاري مثلا تفضل يصير الجاري ذا الجاري أي فرح يس ذا الجاري ذا الجاري ذا الجاري ما ماذا قلنا لك قدرني خمال طرد يقول ما كني عم بابك وين ما كي لندي القرن تدر ثاد روح لك يدي فقرة سيرجي ولكن الجارني كدي يزي وارك كدي يزي وارك نساك السكرين إذا نساك يأخذ النساء ذا الجيران أكون نسف نسف السكرين سوق الجيران كجنا إذا وهذا استفقد الجوين الجوين دقيق هذا استفقد الحذاء هذا العالي قال الجيران الرسول صلى الله عليه وسلم كسينا نسي أبا ذر لأبي ذر الغفاري يا أبا ذر إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك ماذا قال فخم ضيماقة كثر سمان المرقة اللي بس تسيني غطسي في كسي الجيران في كسي الجيراني سبحان الله كيد مثل أتوحى الضربين يعني ما تفض الجيران ما كأمسينا بدون ذلك كان في بداية الدرس أنا في وتمي عيلة عشر سنين وتمي عيلة الجار الحيض غف الحيض وتمي عيلة أذكر الصبح دبوا ما تنسى هذا الخدمة أدي فاضي في بورتيس كشت فاض وتسلم في لسه تسلم في لي سبحان الله أم كيف كمل ضرب ولا ذي السنين أم كيف كمل كجيم الرسول صلى الله عليه وسلم أدي قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه المسلم فوق ثلاث وريح حنا لا نسهجر لكم ما كان شيء أكثر من ثلاث أيام والخيار ذاك شنو بينك لا يسلم من فلس دم زوره
الرسول صلى الله عليه وسلم يقال تسليت ثبورة الجنة وقسل الهنين دواس الخميس يند ويعفو سيدي ربي إيمو من ينصر رحمينس يند ما ديفسي النساء كنشحن غاسين انذر هذين حتى يصطلحا ويقال فاسم تورس ما نفروا القوة رسول بعد تمسل تنسل تمسل تنسل تنسل كي أصزرض الجار أصزرض الجار إنك ما ذك لون ثيوبنا ما ذك ليه ما ذك لون يخص يقطع بيضا كي أصفار صد النعمة ديفكاسي دي ربي ما ذك ليفكي تسيد ربي النعمة إلا قد حل ذيس إلا قد حل ذيس يجنز أقفي ذا كفال النعمة يقار ديون العالم فلسي عفو ربي إليه النعمة شكرت قررت وإذا كفرت فرت إليه ماذا قلت حمد سيد ربي تشكرت ما دين القرارات ما عجبات استقر أبو خمني قد ذاك النعمة اللي ما تسقم وقتي تكسر ربي تسقم غرورك الوريك يا رفق يا ريه فاركة تسقم غرورك إنك ولكن ماذا قلت كفرت أسروي يقص على إلا يوم 6 مليار دير 6 مليار دير ريفنا ماشي دين القبياقي أين سام ميوس أنا كل كنيا دين دي لا رجعوا قد سعي دين لا بلكة هاتي في حاجة ما أدي ويد كفوسي شو تستفضل أكو يبيع والحين غف الحين نسد يوت تجارس يوت تجارس قضاء رورس جيو نواس وصل ربي ثمدي وفي أصل جيو في حياة أتشرود طيام أسمير نذام حشو تفصيل إذا فعلوا ليس حشو مشي شيء دوير داخل يتخاف دنيا وديار يونو ديار زالة غروس ولكن الحوم والسان يقوس وإننا صوب بدي القصر ليس يقوغا بحنو قشم حال نروح يارو مكاليس ثينا تفرد دي الكوخ النيا دي لقرات نغز ضغقنا سبحنو قشم حال طرح فهذا مقابعين دينا الملك الحق يلد مقابل هو رسم المقابل هكا إذن يقص عقيم بالليل أنشتاقين ولقران هذا غي خفيف ولكن من ورقاز الصباح ذو حد الظالي فجاء أكن يكتدو يفادا كان يثنطف يرى فسي سبخي لابوبان لابوبان الشيشة تسدام يغيد الزوجة ينسي نسي يكار الظال لشو الصنطف ثنين يستقين سجار صناع سجال يجلس دو ورقاز يسوك الوروس ثنين السنة دي ملكة القرن يغاشة في الجمع ينسي القسط يسويت سوى شلت النافي السنة أين دقوير الحق السنة ذات اليوم لحقيم أفاد قرر وما فساد قبل حق السنة ذات اليوم إلي وني يتمثل يرجع رسول صلى الله عليه وسلم إنيس أنسر حوض غار ثمديت كذا وكذا أتزر به يون ورقز يسميس كذا إنيس أدب الشرس يجنث يكرد يحارم المرية الواسن كرد سبحي روح قبالة أرون كني لكن يقول إنه ذا فرقز نمثي ديوفا يفثل إنسان عادي السعب اللي قبل قديم دوكا ليس تسقسيرا ضارغة فضارة يهدر يتصلصم إنيس ميكس قصف لنس الناس ذويهين ضغير واحد درواس إنيس تشجع دورك أو كيد إشجع إنيس دنبي صلى الله عليه وسلم إذا شي كدينا إنيس أكدس بالشير سيجنث سبحان الله إنيس بغا كان يدينا شي تخلو إنيس مدام ذنسي كيد إشجع وتسفر غالا في الليك إنيس تقيت سجرتي يموث ورقز يسش يجيز ديو إيهوجين إنيس القسم يموث الصاليرين ونعرف جارنا دينا فرق من نصي سوحر ورصر نصي سوحر يتغيما غربور كان يجد مثلا وكان العقل غصب السلف الصالح أن كون فريرة في ذكر بسي خير دروس يجي دينا إينا دن دخل دماغ إينا دن دخل دماغ إينا دي لي وني فرق تجارنا أنت نسي قرس در جاريس الفقيرة تجلت في الوري ويسي لدي فرق الحق نسل يتصوى هذين كل نفس كاقينا باش أنظر بالليم العالي غادي يخدم يجينا الجاري لك الوقان إذا غصمك يوم القيامة كان يجد مثلا أتصاد الجارين وتفضح ضرها وتسمع قدرة غير وخميس وتزر ضرها العيوب يسم بعد هذا تفضح لا الكلام الذي لا أصر أنه رجع أني ما نسن حرشن أتفتشنا في الجيران سن وشيدك سن العيوب سن هذا ظل الله بلا تفضل سقال أنا نظري مرة أنا نظري مرة وإذا أني يروح وروح الولي ميغا سيد ربي الخلق سبحانه وتعالى يقرد الرسول صلى الله عليه وسلم يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم ومن تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته فضحه في قعر بيته حضر كم كان يقرص الله عليه وسلم أي رجال يومن سيل سوى سنو روك شمال الإيمان غروية ونسل وهدر ثلاث فثمدن ونين سلمون تبع ثلاث العيوب نسل وينك ثبع العيوب له مسين سيمدي ثبع سيد ربي العيوب يسات يفضح ذا دخل كانون كخاميس يوني بغا في الزنزة 5-8 ألف دينار بين 8 ألف دينار بعد هنا في أغني ناس سبحان الله 8 ألف دينار ولا شيء دي العصر غير له ناس 4 ألف دينار كسوة وخمي ناس لسه ناس 4 ألف دينار ناس ولكي سيغر جاري وسعيد بن العاص
أين ديرا أين ديرا دروس ما تصعيد الجاري مكدس مستصور ذاك ديري ذا ما تعقب ذاك ديري ذا ما يقل إيسا دير العيضة وخامي كي دير أديل الورك أدي دائما نثن كسوهي ولي قصاد وكي كثروا بحر الصمد مدام سعيد سعيد بن العصد الجاري أسمي مكسي يا سعيد بن العصد شكي هذا الفلس الجاري سيقويز دار بعلاف دينار يقول دارو خميس إنيسا تدار إنيسا ذي منك خصنا تدار بعلاف دينار حواجها كتقلب كتش أفقيم دار الجاري كان جميع مثل إلى أنا عقي أنا عقي باللي الجار الجاري نك جارك جارك ولا وجه وتسد ضرة الجاري وتسد ضرة الإحسان إلى الجار وتسد ضرة الجاري رسول صلى الله عليه وسلم الذي قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره وإن يؤمن صرب باليوم الآخر إن دو تسد الجاري زر كان سبحان الله بتص ذي العصر المغسية سنا صلاة ذي القليلة تفضل يوشنا ذي تليس أما ذي الملوك أما أما ذي خم وصرنا رب اليوم ما ذقنا تشيلس شبر أك ثالث سيس شر وكي ثقيا ضخمي ثقيا المستقبل قرر وثقيا كلش تشيلس ثالث سيس وكي تفضع عقول خمنيك ويا النار الملكينك ولا قرار ذي فغفوس على خطر تكشم بس ذي حرام غردخي غردخي والفركة مرة أكو الملكينك كامل أتكشم الدخل وينك نعم إثبات نعم وتستعبد ذي سبعك وعينا تستعبد ذاك اليوم القيامة باش هذا يظهر أن دانجيني قلنا ذي فيش وين ريشن لحق الجاريس كان يد مثلا وين يوم نصر ربي اليوم الآخر ويتسدر الجاريس يقال صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن أنا هو أقول من ذلك يا رسول الله إلا اسم لا يؤمن جاره بواكرة ويتهلل الهس إذا تفتع بوتس دي لكم شام أسي يموت يوثيو ذرا أصنع ماذا في يدو أتصف الطاقة دي دي لسياقي ما يزرع في بلدي فغارة إلا قال حشما ذلك الذي تختار الوقت إلا دي فغوط الزرارة خطر يتشفى دي وقال أنا أخذك دي سرسي دي سيس يقال الرسول صلى الله عليه وسلم إن التنطوط يتصوزون من دواس يتصوزون من دواس تظل قل عام 12 شهر وتسدوا الجيرانين أسير سيس أسمي استدر استدر الرسول صلى الله عليه وسلم الناس إنها في النار الناس الجهنم أرسل منع الظل اثنين أرسل منع الصيام الناس كان يتمثل عمر بن الخطاب رضي الله عنه يند أثمن نظر الجاري ذي الخير ذي الأبس تخدمه يند أتسد ذار كجنا لذذ الحرم ذي الإسلام أريد جزرة خاص عامة للمسلمين وخاصة للجيران خذ لو كان تذو أدي سنطر بفلك وين ركيذ والله ما يتمثل أري عد ذي أكيد شجعان دقو خام أدي دقو خامسة أدي دفاع دقو خامسة ديوين أعكوز أنشتيث أدي روح أغل جارنينس أرقد دمار بيو عبادو ما أثي أرفع أثي كث إغير فيثي ذري مني إغير فيثي ركزنا غير فيث صحيح غير فيث كلش أدي فارغورس أدي فارغورس أدي خبنك سينيسي ولكن والله الذي لا إله غيره ما يموثي عرذاقين وكزاقين أرمي ذي سميد دي سلطار بفلس وينك يوغارن وينك جهدنا في أكثرس أري تعقد دي الساحة العمومية من عثيهم من عثية أردت يحسي قدريس أردت يحسي غريديس أيسا عقدوا بري منها كمظمة أصدمة افعل ما شئت كما تدين وتدعم إذا قال صلى الله عليه وسلم خذ مين كي عجبنك تخذ ذلك يتخذ ما من ظالم إلا ابتلي بظالم كرب ونك ضيما أدي سلطار بفلس وناث ضيما كذلك إذا كان أعقي بالله إذ يذا ذي حرامي إذ مثل ماذا قال ذلك الشيء ثلاث تستغذيب النجس وإلى قرأت أتضرر أتدد ضمس ومن أتدد ضمس يوسخ أتدد أمس صوت أريد سياق أرام وقال أتدرونجير ولو كان القرآن الكريم ماذا قلت سكاس القرآن الكريم ما تشاهد وإلى قرأت الصوت ليس اللي فغار دخل الكخاميس وتسدر لعيفة ربي سوى ولا ربي ما تحمي القرآن الكريم شعري في الكخامي كل سنة سويرة ولكن هو كتس الشفوض الجار نيه كالجان يتمثل إذن أريد سياق أرام أنشتغل تسية نظن نند الإحسان إلى الجار تسية نظن كف الأذى عن تسية احتمال الأذى منه أتصفر إلى ذنس مونك صفر إلى ذا الجارس يسمري يصدر بي بيشحى خطأ أم كده قال سيد ربي قويس عزيز إن دول الله مع الصابرين سيد ربي تسير الصابرين يخرد إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب أزن دفك سيد ربي الصابرين لجرمسن بغير حساب كان أسن الملائكة يوم القيامة سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار سن شوين سيد السلام في اللون شوين سيد صبر كان مثلا يقال الإمام الغزالي رحمه الله إلا دمشي الجاري ذادو كانوا تسد ذرم إلا ولكن إلا قادة الصبر ذي لذيس يروح ديونا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إنيس إنيس سير الجاري ويدي تسد وما يشتم ذا شو مسينا إنيس ماذا قلي عصار به هيك كشتني الضوء سيد ربي ديس غورك من قال يفكيد أشقف جريج غورك هذا استرف جريج مش هتصرف أصرف ميسي الرست جيردن كشتن سنة دي الحوض داخل جريج كشتن الحوض داخل جيردن كجنا إذا إلى ما يعصر بيديك كشتن ضوع سيدي ربيديك سبحان الله كان مثلا أصغر
أتصبر إلى ذا أتصبر إلى يولا يثمثن ويقرا ان يقرا حتى بين غيون خاطر لا العباد فوق المره واحد تبع راه سي زندك راك يجمر لي فك مره تقول لا فامي زمر لي تفك واحد وعسي قال شريان وصاد شي قرا ضرك من الدنتاي لا قلت لك واكو خزر 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 سيدك الى يول والله ما زال ولا ما يثمد في قيد الحياه تشدوتي وتجارتي يول لا ذا ذم قران ماشي ديالك قبياق ياك انتهاش واخرى يروح المركز شي نياش وشي جميره يعاود 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 باش تشي السوبر كوميتي ويمشي انت شي ماشي في دي حكان انت بي نفسي الى الصدا ولا مشارع وفغي غير تفضح تفضح خمسة الى داك اللي باين تشور الحيره الى دور حار وخا من دار فداف وشي ولاد الناس كربي باش تزمر راس الشهر تموت الشهر تروح يقص عقل بلي مي الصبرديون الصبرديون اما غادي يهضر بي واما ثياب سنه الحوايج اللي تيقول اما الهدايه ولا ديال وهو كان كده طيب يا أبو حنيفة رضي الله عنه وأرضاه سعيون الجاريس ذسكرة ذسكرة وذي تجرك وذي تسق طرب يضد يشون بدل يقر ضيعوني ضيعوني وأي فتى أضعوا ضيعوني ضيعوني وأي فتى أضعوا أكن يوم أشحر وذي سجني يرك أبو حنيفة أبو حنيفة رضي الله عنه وسق دعمر سين ديها دعمر سين أذروح أزأسي أزدت فمد النغسي نكر حاجيون فسكلك أمي ديك وشوسي سيارة قضني يوفان سيلونس ويسي لول يكار تسمح روحا قرسي سقسا أشي في عونك هو ركز نينيس لعشو تسيغال صوتيس إنيس يسكار وينت الحبس يروح يرفض زي نينيس يروح على الحبس أنا نساس روح ذا الواقين الواقين أروس كراني كي تسادوني إنيس لا إنيس يسعى حق الجار إنيس ذا الجاري إنيس ممكن لكيني غا تصغر ولا ونسا ذا تصدي حبس يروح على الحبس يسعى دال عليا في اللاس أرمي لي السوفة دي الحبس يسرك بيدي الدفير بالزيلة إذ دون أسيقى ضيعوني ضيعوني وأي فتى أضعوا إني سأل طرنا ضقعك إني سأل الله مثل قعضية إمامي إني سأعوه ذا وكل عوضة كل غير الشغل ينغي خدم عاكم أسكن يفادي الدخل بسجد يتظل يغل التلميذ إنسان في صحفة كان يثمثل قال أن صغر وين الصابر يتصفر وين أثافات يتصفر وين العين كان الرسول وش بيحصل الله عليه وسلم لازم تسلسل لنا الرسال الزاد وخميسة دفاسي يا بني عبد منال أي جوار هذا ذا شو ذن الجيران الميجين أشو ذن الجيران الميجين يسلسل يجدوه ذي الرصاد دي كذا ذا ثيوي يقوس وثي ديوفر وديوفر الرصاد الزاد وخميسة يروح الوصي السقسامي نسعي ثيكو إنيسا وهي فار إنيسا شو ندر حضك إنيسا السقود فار الرصاد الزاد وخميسة يلو ذا في عقيش وفي فرق قسنا لعودة ازدي سرسا ازدي سرسا ارصد الزاثو خميس قيل انه اسلم شنو ظهر الاسلام كان قال صلى الله عليه وسلم ان دوينا لي ان ان دوي الجار لي السوضا اذياد الجاريس حاجة ماذا قال لي يالف ذلق شيش يروح اي اند افغى خميس اند افي ديه يكسي داربي افغى خميس افع رجلك اند افي ديه يكسي داربي يروح ديون غير الرسول صلى الله عليه وسلم انيس رسول الله انيس ساغ الجاري ويتسدوي انيس سفراس يعود بس مرتين الناس صغراس رميد بس ثلاث مرات الناس في القشيك الساحة العمومية تروح يقول سخم يرفض القشيش يروح يسرسيه ان تسعى دين الغاشي مرة اشي كدي سفغا الناس وزنغات صغراء الجاروي السفغي الناس يسكره يدوني في ثلاث سنعيني غاشي اذينا على ربي الجارم مية اذينا على ربي الجارم مية اذينا على ربي الجارم مية ويروح دغار الرسول صلى الله عليه وسلم ورقز الناس رسول هاي سنعيني غاشي الناس ينعليك ربوق فلك نعل الغاشي ينعليك ربوق فلك نعل الغاشي ينعليك ربوق فلك نعل الغاشي كان ما تشتريست الجار انك دي فطرين عليك ربي وقفلك نعلن الغشيو ما تعدد في لس الجهد انك نعليك ربي وقفلك نعلن الغشيو نذيك تعدد السوار ويك نغس الشي تعدد في الجار انك نعليك ربي وقفلك نعلن الغشيو كان اذا انت بوياد ماذا قلا نقعد لك نغس الجيران الجيران كله نقعد سل جاريس شوية آثية المجتمع المسلم المجتمع يكحوب سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى دين النقض النظام ماذا قلت قاعد ترى ذا الجيران يكون قاعد ترى ذي عباد الزال نقيم وزوم نقيم حج نقيم أكن تفغط تخضب أين تفغط تخضب من كبير لكم أين تفغط حبيت الدراجة المرة أكو أتصوض ما كنت قال صلى الله عليه وسلم يند المفلس أتصوض أتصور وقيت وثوت وقيت خدعت وقيت وكرت وقيت سكرت فلس وقيت شفت في ذيليست وقيت تعدد فلس أصلا تفكر مرة رأس الحسنات كامل تصدر لي الزكاة الصوم الحج أتفكر مرة أكاد شو هذا بتم تاني الغش تصدر لي نينك الحج نينك الصدقة نينك أكاد شو هذا بتم نعيم ليس وشين أكاد رأس الله بيد جهنم غص ما لقني فوق شو اللي صار يخلص عشان يفك تسد السياد نو أريد كندي السياد نسمع بعد يروح هذا يلعب هذا يروح على جهنم كايت مثل ودبارة يبويا يبونيا
يقولي أنا غدا إيش حالك زول الدقيان ليش فجأة السقي ويا شيء تنبين حش العمل الصالح إني فلسني عفوربين فلسني اسم حربين سني محارب سيات سني بثرب بالحسنات إيش حالك لا دقي حش العمل الصالح إني قوي يروح ديون غل جار الجارينس أماكن تسمع السادي العصرقين العصرقين تسمع شفتي ذا نوسا على زي يروح دروس إنيس نسافي سكرات الموت يقول لك إنيس هاي قرد الوقت كسرحه إنيس نعم ما ذروحه إنيس ولكن إنيك الزعيم وأنت بارك إذا نسي قرنيت بعيث دوكين الملك الحق يونو اللي تصور ضرم وتصور ضيام على غرغوس دينا ذي محكا من قوكرز كجناع إذن أنا أقي بليان ماذا قرزن الجيران سيقان يدير دون المجتمع سوريا سيقان يدير دون إصلاح المجتمع أغجع يا ربي من المؤمنين حق الإيمان أغجع ربي وذلك قرزن الجيران أغجع ربي من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب اللهم أرني الحق حقا وارزقني اتباعه وأرني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا الله أستغفرك وأتوب إليك وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.